تخيل انك تفضل تبني عادات اكل خاطئة وسيئة لمدة اكتر من 10 سنين، تاكل تشرب بشكل مفرط جدا جدا وتزيد وزن على قد ما تقدر وتمسح كل ده حرفيا في 3 شهور كأن لم يكن، وده اللي بفضل ربنا عز وجل قدرت تعمله بدون عمليات بدون أدوية وبالاستعانة باليوتيوب وجوجل كمصادر تعلم فقط. وكل ده مش هقولك طبيعي، لا ده طبيعي الطبيعي، مخدتش حتى برشامة واحدة فيتامين ولا بقى أدوية تخسيس بقى ولا الكلام ده كله. 40 كيلو في 3 شهور اختفوا بلا رجعة. مبدئيا كده ده الجزء الأول من الفيديو على فكرة، ولو وصلتوا الفيديو ده إن شاء الله 10,000 لايك هنعمل الجزء التاني على طول، واللي هيكون أهم عارض لك في نظام انا تعبت في اعداده مبني على احدث الدراسات في خساره الوزن بشكل طبيعي تماما، والنظام كله مبني على العلم وانا مجربه لخساره اكبر قدر ممكن من الدهون في اقل وقت ممكن بشكل طبيعي 100%. والفيديو التاني اللي هينزل ده اللي هيمشي عليه ان شاء الله بالظبط اضمن له ان هو هيحرق كل الفاتس الزياده اللي في جسمه، والنظام مخصص اصلا للناس المشغوله، يعني ما تقلقش لو انت وقتك محدود انا كمان وقتي محدود زي، وما فيهوش بقى حرمان من الاكل ولا تجويع ولا النظام ده. عايز اقول لك في ناس بتقول لك قعدت مثلا فتره 17 يوم او اكتر اشرب مية بس والكلام دوت، الدراسات كلها بتشير اصلا ان طريقة التجويع دي بتزودك وزن اكتر من الوزن اللي كنت عليه قبل ما تبدأ ال 17 يوم دول، يعني طرق التجويع هتضرك اكتر ما هتفيدك. وعشان اديلك مثال بسيط كده، انا باكل خلال الفترة بتاعت الدايت 650 جرام حبوب كل يوم بما فيهم رز ابيض، ودي كمية النظام الغذائي بتاعي الحالي. واي حد جرب نظام دايت من الورق اللطيف اللي هو اللي انت عارفه ده، اللي خد الورقة دي مشي عليها هتلاقي دايما مكتوب فيها 3 ملاعق ارز والعشاء مش عارف ربع رغيف وثمر كذا، وتلاقي جنب الممنوعات ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا الى اخره. بالنسبه بقى لباقي اكلي كوزن، باكل يوميا من 2 ل 3 كيلو اكل، ده نظام الدايت بتاعي اللي انا ماشي عليه والحمد لله فخور جدا بيه، ما فيهوش اي نوع من الجوع، ما بحسش بالجوع الحمد لله، وزني بينقص بسرعه خرافيه والحمد لله ما فيش اي ضعف او حاجه، وعندي طاقه الحمد لله طول الوقت، كل حاجه مشيت عليها مكتوبه عندي ومحسوبه بدقه سواء كالوريز او ماكروز كمان، ونتيجه اسابيع من قراءه وتلخيص الابحاث العلميه تعلم كل المعلومات الممكنه عن الاكل وافضل طرق صرت الوزن طبيعيا. فقبل ما تعمل اكتر من كده ما تنساش تعمل اشتراك او سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما تفوتكش اي فيديو جديد انزله. فحاول تعمل كده شير للفيديو ده مع اصحابك او مع اي حد مهتم ان هو يخسر وزن سواء اوفر ويت او حتى وزن طبيعي بس عايز ايه يقلل نسبه الفاتس في جسمه شويه. لو انت بتتفرج على الفيديو ده بعد الفطار او من اخواننا المسيحيين فانصح جدا بكوبايه شاي كده جميله او قهوه او ايا كان مشروبك المفضل، وتقعد كده في مكان مريح وتسترخي، عشان احكي لك النهارده قصه الشخص الغامض اللي على طول لابس اسود في اسود ونص كم سواء صيف او حتى شتاء كمان، كانه ما عندوش اصلا اي ملابس تانية غير دي وما تعرفش عن حياته اي حاجه. فانا محمد نوار ودي قصتي الكامله مع وزني. من زمان وانا صغير ما كانش عندي اي مشكله مع الوزن الزايد، بالعكس كنت فرنج الوزن الطبيعي او المثالي. ولحد فتره الثانويه العامه انا من الناس اللي ما بحبش الصور الحقيقه ونادرا ما بتصور، بس عندي كام صوره كده صغيرين ومش بختار الباك جراوند، لو بتطلب معايا يلا نتصور بتصور وخلاص في اي مكان. دي صورتي مثلا بعد ما خلصت الثانويه العامه في فتره الثانويه العامه كده بعديها، طبعا باين ان انا صغير وقتها ما كانش لسه عندي ده. الصوره دي بعدها بسنه او سنتين على ما اتذكر كنت زدت شويه بس لسه في الستينات، كنت حوالي 68 كيلو وكان بدا يطلع لي اجزاء مش كامله للدقن في وشي، لسه طبعا ما فيش دقن كامله كنت بحلق الاجزاء دي، وبعتذر عن الجوده عشان معيش الاصل بتاع الصوره دي. وبعديها بشويه الصوره دي كانت برده مع اصحابي في اول ايام الجامعه في مكتبه الاسكندريه، ومن الوقت ده بدا وزني يزيد تدريجيا وخلاص ما بقتش بقى اصنف كشخص رفيع او الوزن المثالي راح مني خلاص. دي صورتي في اخر سنه في الكليه مثلا، كان وقتها دقني طلعت خلاص الحمد لله كامله وما حلقتهاش تاني بعدها، كنت حوالي 78 كيلو في الوقت ده وكنت بزيد كل سنه بس بشكل بطيء. ودي في صورتي في شهر 8 في 2017 كنت في سيرك في مطروح، كنا قاعدين صف اول فقلت اخد سيلفي كده من نفسي مره، شاوت اوت لجوز اختي والمنتور والقدوه اللي بنتعلم منه الباشمهندس يوسف المحترم. في الصوره دي كنت 84 كيلو. في 2018 بقى بدات شغل فريلانسنج وكل حاجه اتغيرت. في الفريلانسنج يا جماعه انت بتكون شغال حر من الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك، فيا دوب تقوم من سريرك تروح لمكتبك واللي هو بتشتغل منه، فبتلاقي نفسك خلاص كده رحت الشغل. فمن اول هنا كان في نمط حياه غير نشيط تماما، وقاعد على الكرسي لفترات طويله ومجبور على كده، زائد ان تواجدك في البيت اصلا جنب التلاجة اكل بقى وسهر وعادات خاطئه بتقعد تبنيها كده واحده واحده في الاكل. بدا وزني يزيد ومعظم الوزن كان دهون، يعني الاول كنت بزيد بس ما زال كان الشكل متناسق. للاسف الفتره دي ما عنديش اي صور اضافيه لاني كنت شبه بتجنب الصور، خلاص بقيت بكره الصور، بس عندي فيديوز قديمه هنا على القناه ممكن تتفرج عليها او ممكن تشوفها لو حابب. كان وزني فيها متذبذب يعني شويه وشويه. والفيديو اللي قدامك على الشاشه ده كان
وزني 103 كيلو، ذروة زيادة الوزن بالنسبة لي. في الوقت ده يا جماعة أنا كنت باكل بشكل غير طبيعي وغير صحي تماما. كان عادي جدا نقلي مثلا بيض الصبح في الفطار بنص برطمان سمنة بلدي، والله زي ما بقول لك كده يا جماعة البيض بيكون عايم في السمنة، مغطي أصلا، متغطي البيض بالكامل في السمنة كأنه شوربة مثلا في الطاسة. الفرنش فرايز أو البطاطس المحمرة كانت أساسية كل يوم، كنت باكل بتاع 2-3 كيلو كده في قعدة واحدة. طبعا فرنش فرايز يعني لازم لها مايونيز، فكنت برضك بحط ايه نص برطمان كده مرة واحدة برضه. كنت بخلصهم واقول لنفسي خلاص انا مش قادر، زهقت، مش هاكل بطاطس تاني، بس كنت برجع تاني بعد كام يوم برضه عادي جدا. عسل النحل بقى كنت بشربه البرطمان زي المية كده، وحاجة زي الجيلاتي كنت باكل بتاع ب50 جنيه كده جيلاتي في السهرة الواحدة قدام فيلم كده مثلا. وقيس بقى كده كل حاجة، كنت باكل يا جماعة كل حاجة بكميات غير طبيعية. وقتها الدنيا كانت ماشية وعادي، انا ما كنتش متضايق قوي بصراحة، يعني الدنيا كانت شغالة. ولكن في يوم وانا قاعد كده شغال حسيت بنغزات رهيبة في قلبي فجأة، قعدت حوالي 10 ثواني تقريبا وراحت تاني، ولكن فعلا كنت بتشنج كده في مكاني الكام ثانية لحد ما النوبة او لحد الكام ثانية دول ما يعدوا. الموضوع بدأ يتكرر معايا كمان كل كام يوم النوبة او النغزات دي بترجع لي تاني. وقتها بدأت اركز كده جسمي بيحاول يقول لي ايه، لاحظت برضك بيبان عندي علامات مقاومة انسولين، كان اهمها استمرار في الجزء اللي هو الخلفي من الرقبة وكمان الحتة ديت حتى اللي في ظهر ايديا دي. وكان الاستمرار ده غريب شوية، يعني ايه كان بيزيد ايام ويقل في اوقات تانية او يقل في ايام تانية، اصحى مثلا يبقى لونه عادي، بعد شوية يسمر، بعد شوية السمار بيزيد، بعد شوية بيرجع تاني. وكمان ظهر عندي الم جديد لما اقف شوية صغيرين او بصلي مثلا في منطقة القطنية اللي هي اسفل الظهر، والوجع كان شبه ما بيروحش. انا ما روحتش كشفت بصراحة عند دكاترة او حاجة، بس الوقت ده بحث شوية على موقع هيلث لاين وعرفت اسباب الاعراض دي، واتأكدت ان عاداتي الخاطئة في الاكل هتقضي عليا قريب حرفيا. وقتها ما كانش لسه عندي اي معلومات عن الدايت، عن الانظمة، عن الكلام ده، لان ببساطة جدا انا طول عمري يا جماعة كنت شخص رفيع قوي، وعمري ما عملت او جربت دايت ولو ليوم واحد حتى في حياتي. بالعكس انا فاكر ايام ثانوية عامة كنت باخد فاتح شهية عشان وزني يزيد شوية. المهم بدأت اقرأ شوية في جوجل وقللت حاجات من اكلي زي الملح والسكر، ووزني قل وقتها او استقر بعديها على 95 كيلو، مع ان وزني ما قلش كتير، يعني ما بقتش منفوخ زي الاول لا. وحسيت ان بعد ما قللت الملح بالذات كنت باكل طبعا مخللات وحاجات ملح كتير وشكلي اقل من وزني، يعني الميزان برضه وزني تقيل، وكنت ما بين 95 ل 98، رقم برضه مش صغير. كنت بروح اشتري هدوم، كنت ادخل مثلا اقيس اكتر من تيشرت او اكتر من حاجه الاقيهم ماسكين عليا جامد، واسال اللي واقف عن مقاس اكبر يقول لي لا ده اكبر حاجه عندنا. واحد قال لي كلمه كده علمت معايا، قال لي شوف المحل اللي في الوش ده هتلاقي عنده مقاسات خاصه وهتلاقي مقاسك بسهوله، عشان انا ما بجيبش غير المقاسات العاديه اللي الكل بيشتريها. الموضوع طبعا كان غريب بالنسبه لي، افتكرت ايام زمان ايه ده، ايام الصور اللي وريتها لكم يا جماعه، ايام الثانويه العامه، فاتح الشهيه، حوالاتي الكثير البائسة لزيادة وزني واللي عمرها ما نفعت، جربت كل حاجة لزيادة الوزن حرفيا ووزني ما زادش برضه والله، لدرجة ان انا كنت بسأل الناس كده، بسأل صحابي في الشارع عملت ايه عشان وزنك يزيد، اي حد كده واطبق زي. اكتشفت بعدين بعد ما قريت عن الاكل وطبيعة الجسم ان نمط الحياة برضه بيفرق جدا جدا. سيبك من الجملة بتاعت اصلا انا بزيد وزني من الهوا، لا ما باكلش وبزيد والكلام ده، وفلان تاني حد تاني بياكل كتير قوي بس ما بيزيدش، اكيد انا جسمي طبيعته كده، وتلوم الموضوع وتلوم الظروف وتلوم اي حد تاني وترضى بحاجة انت فاكرها نصيبك، صدقني انت تستحق اكتر من كده بكتير. يا جماعة اللي بياكل كتير وما بيزيدش ده انت مش قاعد معاه على طول، ما تعرفش بيعمل ايه في ال 24 ساعة. ايام ثانوية عامة انا مقطوع مع اصحابي، كنت باكل كتير وكنت اكيل، ممكن يفكروني اكيل، انما كان ممكن اسكيب كذا وجبة عادي جدا، كان الجوع بيجيلي ما اطلعش البيت اكل مثلا وخلاص على كده، والجوع بيروح وبكمل اليوم وخلاص، ولا حسيت ان ولا فارق معايا كاني كلت. نمط الحياة على فكرة بيفرق جدا في معدل الحرق الطبيعي الخاص بكل شخص. ايام ما كنت بعمل كل محاولات الممكنة عشان ازيد وما بزيدش زي ما قلت لك، اولا انا كنت لسه في فتره المراهقه، فالجسم كان في فتره لسه نمو، زائد ان انا كنت بلعب كوره بشكل يومي وبلعب بينج بونج، كنت بحب اللعبه دي جدا، كانت لعبتي المفضله ما زهقش. ولما كنا بنحب نروح مشوار ما كناش بنركب، لا كنا بنمشي، مشيها احسن عشان نمشي نحكي كده ونتكلم، كان الموضوع مسلي يعني. ولو مشوار بعيد شويه يبقى نركب عجل. لو انت لسه بتدرس فانت في نعمه كبيره، خلي بالك انت مش حاسس بيها، وهي ان عندك وقت كتير. بعد ما تخلص الدراسه وتدخل مرحله الشغل هتكون مشغول جدا جدا صدقني، التقيل لسه جاي بعدين، وهيبقى عندك وقت محدود، وده كان اكبر تحدي ليا. لما بدات بقى في 1/12/2023 ما كانش عندي وقت كافي اني اتحرك اكتر واكون اكتف وامشي لمسافات كبيره زي زمان، فكان لازم نظام يراعي النقطه دي جدا. بدات في 1/12 وكنت لسه وقت التجربه، يعني عملت الاول اخطاء في الكتيره في الاول، كنت لسه بتعلم من جوجل ويوتيوب، والموضوع كان عشوائي بشكل كبير. بس في 1/1/2024 بقى عندي نظام كويس سوليد مكتوب، والاول مره اقدر اعتمد عليه وامشي عليه، وبدات فعلا طبقته من تاني يوم على طول. وفعلا خلال شهر 12 وخلال شهر 1 وزني
وزني كان بيقل بسرعه ضخمه جدا، ووصلت 68 كيلو بعد شهرين من الدايت ده، لحد ما قابلني مشكله. هو ان وتيره نزول الوزن يا جماعه بدات تقل لحد ما توقفت بعد ما كنت بشوف انخفاض يومي على الميزان في الوزن وانخفاض حقيقي في المرايه، شايف الدهون كل يوم وهي عماله تكش وهي بتقل من محيط البطن مثلا. وكان عادي جدا كل يوم مثلا اصحى الاقي نفسي نزلت نص كيلو، او ما وزنتش مثلا كام يوم الاقي نفسي نزلت 2 3 كيلو. كان الموضوع محفز جدا، سريع جدا جدا، وكل ده بسهوله. كل ده وقف ووزني كانه مش عايز ينزل جرام زياده. ورجعت تاني جوه اليوتيوب عشان اعرف ايه المشكله اللي حصل، وعرفت ان جسمي بدا حاجه اسمها الاستارفيشن مود او وضع المجاعه، وكان لازم اعمل تعديلات على النظام بتاعي الحالي. كان اهمها اني لازم اوقف لمده شهر اي دايت واعمل كاني بحاول ازود وزني. وبالفعل رجعت اكل بكميات ضخمه مره تانية. في يوم انا فاكر اني اكلت 4 كيلو موز كاملين مره واحده، وكان ده التحليه، ده التحليه بس بعد الاكل الاساسيه يعني بحلي. وفتره الراحه دي المفروض طول شهر فبراير زي ما قلت لك، وفعلا في اول كام يوم يا دوب من شهر فبراير زدت 4 او 5 كيلو، بقيت ما بين 72 ل 73 كيلو اللي هي في الصوره دي. طبعا الصوره دي انا جايبها من فيديوهات سابقه، فعشان كده تلاقيها شكلها غريب شويه. ومع اني كنت خايف اخسر البروجريس اللي حققته قبل كده وارجع تاني فوق ال 100، على قد برده ما كنت واثق جدا في النظام بتاعي وانه مبني على اساس دراسات علميه. كملت وثقت في النظام بتاعي، وكان معاد اني ارجع تاني للدايت هو اول شهر 3 او شهر مارس. اخدت شهر فبراير كله حاجه اسمها ريفيد او اللي هي راحه تامه من الدايت وكل براحتك. والمفاجاه كانت ان بعد شهر كامل يا جماعه من اكل كميات ضخمه في شهر كامل ريفيد، وما كانش في دايت خالص، بالعكس بحاول ازود وزني وعشان اخرج من الستارفيشن مود دوت او وضع المجاعه، ربع كيلو بس زياده في شهر كامل. يعني ايه؟ يعني خسيت حتى الزياده اللي زدتها طول الشهر ربع كيلو بس زياده في شهر كامل. الغريب ان اول كام يوم زي ما قلت لك زدت 4 5 كيلو، نقصت كل ده تاني خلال الشهر. طبعا كنت مبسوط ومتحمس جدا، ايه ده النظام الجديد نفع يا جماعه، وان عشان الجسم كان في الستارفيشن مود او وضع المجاعه فاول كام يوم كان طبيعي، كان بيخزن كل اكل يجيله. وده نفس السبب لو بتسال نفسك هو ليه ما خدش طب تشيت ميل ولا تشيت داي ولا حتى اتنين، لا ده كان شهر كامل لحد ما خلاص الجسم اطمن ان في اكل كتير جدا جاي له والدنيا تمام، وكنت باكل من 4 ل 6 وجبات يوميا الوقت ده. على فكره ربنا خلق مخنا افضل من اي كمبيوتر في الدنيا، اي نعم هو بطيء مش سريع، ولكن الميكانيزم اللي شغال فيها رهيبه، سبحان الخالق يعني. وفي حاجه ان السوفت وير بتاع مخنا ده ما تحدثش من ايام الانسان القديم، الانسان اللي كان عايش على الصيد والترحال، واللي كان الهلاك سهل جدا من قله الاكل وقتها. ممكن تصطاد مثلا وتاكل النهارده وما تاكلش يومين لحد الصيد اللي بعديه. ومع تغير طبعا الوقت والازمنه دلوقتي خلاص كل حاجه بقت، يعني في ناس كتيره جدا شغاله اعمال مكتبيه وانا منهم، والاكل بقى متوفر في الاسواق في كل مكان تشتريه، بس مازال لسه السوفت وير بتاع مخنا بيتعامل مع الاكل انه حاجه مهمه جدا للبقاء. مبرمجين عشان كلنا نحب الاكل مليان دهون وسكر. يا جماعه الدهون الجرام الواحد 9 كالوري، يعني اكتر من ضعف الطاقه اللي بناخدها سواء من الكارب او من البروتين. وكمان السكر بيزود الجسم بطاقه فوريه وبيملى مخازن الجلوكوجين، والزياده بيتخزن في صوره الدهون عاده في محيط منطقه البطن. طب والملح؟ الملح بيحبس السوائل في الجسم. وعلى فكره اللي بقوله لك ده انا جايبه من مصادر طبيه اجنبيه، مش بهبت ما تقلقش ولا حاجه، وانا بتكلم من دماغي، ممكن تبحث بنفسك وتشوف. عشان للاسف المحتوى العربي مليان حاجات غريبه كده شفتها، يعني انا وانا بقلب كده بصيت على انستجرام كانوا في صفحات كتير قوي وناس بتحبها وبتنزل حاجات غريبه، اشرب بقدونس وجنزبيل وحط عليهم مش عارف اعشاب ايه وعطهر كليتك، ده على الريق ماشي. يوم تاني كل توم ومش عارف ايه وعلى الريق برده، اشرب شاي اخضر واعمل ايه وعلى كل الحاجات دي على الريق. طب هل اللي بينزل البوستات دي هل فعلا هو بيشرب الحاجات دي ولا بياكل الحاجات دي؟ انا متاكد ان هو شخص عادي بيصحى بياكل فول وفلافل وجبنه ويحبس بشاي وانت مش شايفه اصلا، هو مستخبي ورا البوست. المهم بدا شهر بقى مارس 2024 وده ميعاد الرجوع للدايت، بس انا كملت اسبوع كمان راحه. ليه؟ الدنيا حلوه وزني ما بيزيدش، قلت الدايت هيبدا مع شهر رمضان احسن. وفعلا قبل رمضان كده بكام يوم رجعت للدايت مره ثانيه وللنظام بتاعي. اكتشفت ان شهر رمضان على عكس ما كله بيقول انه احسن وقت للدايت، يا جماعه ده مش احسن وقت للدايت خالص خالص برايي. بتكون في جعان طول الوقت ونفسك في الاكل، وبالتالي قبل الفطار بتشتري اكل كتير وحلويات، ناهيك ان كل الناس بتقفرش اكل وحلويات وكل ما لذ وطاب، وتاكلهم طبعا على الفطار لحد ما تحس ان انت مش قادر تتنفس، صح ولا غلط؟ اي بيت اصلا استهلاك من الاكل والشرب بيتضاعف على الاقل في رمضان. انا كنت في ايام الجامعه كنت بتدرب في الصيف في سلسله هايبر مشهوره من بدون ذكر اسماء، يعني كان بيكون مفيش مكان تحط رجلك في الفرع في رمضان، الزحمه في رمضان كانت رهيبه. المهم حاولت احافظ على الدايت على قد ما قدرت في رمضان، وطبعا كان بيكون في عزومات من قرايبك وحاجات ما ينفعش تتجنبها، اكل بقى تقيل ولخبطه وما ينفعش تكسف حد برده، وانا كنت مقضيها برده تمر بصراحه، وانا بحب التمر وده موسم التمر انتوا فاهمين، كنت باكل حوالي نص علبه كده في المره، مش 3 ولا 5، نص علبه مره واحده. وانا شايف ان افضل وقت للدايت هو بعد رمضان مش في رمضان نفسه، جسمك خلاص بقى متعود على 16 ساعه يزيدوا او يقلوا من غير اكل خالص. وفي الجزء الثاني من الفيديو هقول لك ازاي تستغل الموضوع ده بسهوله، بس بفكرك لازم الفيديو ده ان شاء الله يوصل ل 10000 لايك، وانا عندي وعد على طول هنزل الجزء الثاني على طول، فاتاكد
متأكد كان تعمل لايك وتعمل شير لحبايبك. كنت بادئ رمضان ب 68 وبتاع 80 جرام تقريبا، 68 و8 جرام. ما انا بحب الدقه في كل حاجه، فتلاقيني دقيق شويه في حته الوزن برضو. عشان الاسبوع اللي قبل رمضان كنت زدت لي بتاع نص كيلو تقريبا، ودلوقتي في وقت تسجيل الفيديو 28 رمضان انا 63 كيلو وكسور، بس بسهوله جدا بعد كل اللخبطه طول الشهر مع عدم انتظام طبعا اكل ونوم مشهورين في رمضان. واللي بيشوفوني بيقول لي خلاص كفايه انت اندر ويت كده، انت بعيدا عن الوزن المثالي بشويتين او تحت خالص، زيد شويه. حد بعد العيد ان شاء الله هيبقى اخر يوم ليا في الدايت نهائيا، خلاص وصلت. مش هقول لك انا كنت اصلا يعني لما بدات انا كنت ناوي على فرنج كده 73، بس الحمد لله لقيت الموضوع سهل فنزلت 10 كيلو زياده عن الهدف بتاعي. وتاني باكد انا حاسب 3 شهور على اساس الوقت اللي مشيت فيه في الدايت، الايام اللي مشيت كنت بعمل فيها دايت، مش حاسب فتره الراحه اللي وقفت فيها في النص دي، كانت ضروريه بس ما اتحسبش. مش عارف لسه اعمل ايه الفتره الجايه، انا حاليا جسمي يعني شبه اتصفى من الدهون، فانا ممكن ازيد كده شويه، ممكن اوصل لرينج 70 مثلا او اقل. واللي انا مبسوط منه ومتحمس جدا ان بفضل الله مطمن جدا جدا اني لو زدت اي قدر من الوقت، لو طلعت 100 تاني في المستقبل ان شاء الله هرجع تاني افتح الاجنده تاني وامشي على النظام المكتوب مره تانيه، وهنفذ كل حاجه بحذافيرها وانزل تاني بشكل مضمون وبسرعه جدا. عشان النظام ده بيتحكم في الوزن مظبوط، يعني ايه؟ يعني ممكن اظبطه مثلا على 10 كيلو في الشهر، ممكن اظبطه على اقل، ممكن اظبطه على ازيد، ممكن اتحكم في الاكل اللي فيه، ممكن اتحكم في كل حاجه. والحمد لله وبتوفيق ربنا مبسوط جدا جدا من التجربه الجديده ديت، يعني اول مره بصراحه اعمل دايت مع نفسي تماما طبعا ومن غير اي دكتور او اي حاجه، والموضوع كان اكتر من ناجح. والموضوع ما كانش دايت بس، كان سيلف ديسيبلين ويعني تحكم في الذات، واكتشفت ان ربنا مدينا امكانيات وقدرات كتيره احنا مش مستغلينها. والحمد لله وانا بكلمك في يومنا الحالي اختفت عندي خالص نغزات القلب والحمد لله، الم اسفل الظهر طبعا مفيش، ما عنديش ظهر اصلا دلوقتي، وبقيت خفيف جدا في حركتي، الصلاه بقت سهله، طلوع السلم بقى سهل، كل الحاجات دي. وحتى ساعتي بتقيس ضغطي كل شويه، لاحظت ان المعدل يعني معدل الضغط بقى تحت شويه او نازل شويه، انا كنتش بركز قوي مع رقم الضغط قبل كده. والحمد لله ما عنديش اي ترهلات في الجلد من اللي بتظهر مع اللي بيعملوا عمليات خساره الوزن والحاجات دي والناس اللي بتخس وزن بسرعه. وكمان النظام ده الحمد لله كان السبب في زياده البرودكتيفيتي بتاعتي او زياده انتاجيتي. على سبيل المثال اديك مثال بسيط، في 2023 سنه كامله ما رفعتش فيها على القناه هنا غير 12 فيديو بس. طبعا كنت بقول دي الوقت وكده، بس حابب اقول لك ان الحمد لله ده عاشر فيديو ارفعه في اقل من 3 اسابيع بفضل الله. تخيل من 12 فيديو في سنه كامله ل 10 فيديوهات في 19 يوم بس، مع المحافظه على نفس المده ونفس كواليتي الفيديوهات ما قلش عنها. وتعلمت برده الصلابه العقليه وان ازاي انك انت لو ركزت على اي هدف هتوصل له ان شاء الله، والموضوع بيكون بس عباره عن وقت. واحب اختم فيديو النهارده بشعاري الجديد في سنه 2024، وهو وقال ليس للانسان الا ما سعى. وبس اتمنى ان قصتي مع خساره الوزن كانت ملهمه بالنسبه لك، وان مهما كان وزنك او سنك صدقني تقدر تبدا من دلوقتي، مش هقول لك من بكره، من دلوقتي، وتحقق الوزن اللي نفسك فيه من غير عمليات ولا ادويه. وربنا يبعدنا ويبعدكم عن سكر المستشفيات والعيادات والجو ده، ويرزقنا طبعا الصحه والعافيه يا رب. اتاكد ان انت تعمل شير للفيديو، خاصه لو تعرف حد عايز يخسر وزنه بشكل طبيعي، وما تنساش اللايك اهم حاجه عشان الجزء الثاني ان شاء الله انا عندي وعدي، وخليك برده متابع عشان لما الجزء الثاني ينزل. وبس كان معاكم محمد نور، وشوفكم الفيديو الجاي. Peace.